أكد سعادة السيد أحمد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن المركز مستمر في جهوده الفاعلة لتوحيد الخطاب الإعلامي والتواصل والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لإبراز الإنجازات التنموية والحضارية لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدية يده الله ورعاه. وأعرب رئيس التنفيذي للمركز عن اعتزازه بالجهود الوطنية الدؤوبة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد والدعم الذي يلقاه المركز من جميع الجهات للقيام بدوره كشريك فاعل في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية المستدامة التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى بمساندة حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح المناعي أن مركز الاتصال الوطني مستمر في مساندة وإبراز الجهود الوطنية لفريق البحرين في التصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي من خلالها وثق قصص النجاح التي حققتها مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا بنشر 160 مادة إعلامية في وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية والإشراف على دعوة الإعلاميين لتغطية المؤتمرات الصحفية للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالإضافة إلى تنظيم 12 جولة إعلامية لزيارة وحدات العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري والمستشفى الميداني بسترة والذي نتج عنها نشر ما يقارب 75 خبرا وتقريرا في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والرد على 120 استفسارا إعلاميا مقدما من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. كما ثمن الرئيس التنفيذي للمركز تجاوب مختلف مؤسسات الدولة مع مبادرات المركز والذي أسهم في تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2019 منها نشر مواد إعلامية في وسائل إعلام إقليمية ودولية وتسهيل دخول إعلاميين للمملكة والمشاركة في فعاليات دولية بالإضافة لوضع خطط اتصال للجهات الحكومية.